باولو انا لك مبروك، هذا اول فاشن شو لك. خبرينا شو شعورك اليوم بعد ما اطلقتي ولدك الاول؟ صراحة أنا أم سو هابي لأنه هذا فيجن كنت ببلش فيه من قبل، يعني كان لابد إنه نوصل لهي البوينت لأنه نحن فتحنا الويب سايت من 2 years وكنا شايفين هالشي جاي، بس كانت يعني تجربة كثير حلوة اليوم. ليش حرصتي اول فاشن شو تخبري انه انت بلشت الشغله من عند ستك من بيت ستك؟ لانه هي هي القصه المضبوطه يعني، والناس ما بحبوا يعرفوا القصص المضبوطه تبع الناس، يعني مش انه عم نجيب قصه وهيدا تاريخ ما فينا انكره، يعني بلشت وصلت لهون من ورا هالتاريخ. مثل ما شفنا انه انت كان البايات اللي حصه الاسد عندك، ليه؟ لانه اتس 80s جلام و 80s was all about sparkling striking colors مع بايات، سو حبيت انا استعمل هالستايل. وكمان شفنا انه الجامب سوت كمان له حصه الاسد عندك، شو السبب؟ لانه نحن انا ام اول اباوت جامب سوت، اي لاف جامب سوت، حتى انه فيك تلبسيه افري وير، مش ضروري بس انه على عرس، فيك تلبسيه على عشوات، فيك تظهري فيه، سو جامب سوت از ريلي نايس. كان في اكثر من فستان شوي كلاسيك، يعني مثل واحد رفع عتب حطيتي كلاسيك، بس كمان حطيتي نفحتي كان بالقصه الصدر او بالريش اللي استخدمتيه، خبرينا اكثر عن هودي القصات. لكن الريش صراحه حسيته اتس كان بي هيك فيري ادجي تاتش، سو لانه انا كثير حدا ادجي، وانا يعني اذا لاحظت بالديزاينز اكثريتهم بيشبهوني، انا ايام بكون كثير كلاسيك وايام بكون كثير خوطه وايام بكون كثير ادجي وقوية، سو حبيت انه بين الكاركتر تبعنا بهالفاشن شو. ليه عمتي تستخدمي اكثر من قصة صدر؟ لانه انا بحب هالقصة وانا على طول بلبسها، يعني اللي بيتابعني بيشوفني بهالستايل على طول، سو استعملت ديفرنت قصات يعني من ورا هيدي، بس هن افكتفلي لبساتين بيتسكروا كلهم، نحن فينا نعدل فينا نعمل، لانه بتعرفي في عندنا مجتمعات كونسرفيتيف مش كل الناس فيها تلبس هالقصة. بخصوص الالوان تبع الباي، بتحسي انه هلا المراه او البنت رح تلجا لهيدي الالوان كثير فاقعه، معقول تلبسهم بمناسباتها؟ ليك صراحه انه هن ذير ديرين كولرز، يعني مش يمكن مين ما كان اذا بدك حيتقبل يلبسهم، بس بتعرفي لما الموضه تبلش، لانه الموضه السنه كلها الوان مجنونه، سو الناس اكيد رح يحسوا انه ايه اوكي لا فينا نعملها. لأي درجة إنه حضرتك كبلوجر واليوم عم تعرضي أول فاشن لإلك، لأي درجة كونك بلوجر ساعدك الأمر؟ ليكي أكيد ساعدني كثير، يعني أنا السوشيال ميديا هي اللي وصلتني لهون، يعني أنا كان عندي فيجن واشتغلت عليها، بس لو ما عندي السوشيال ميديا ما وصلت بهالسرعة إذا بدي. شو نصيحة اليوم اللي بتقدميها للبنت بتتابع السوشيال ميديا وبتلجأ أوقات لتلبس أشياء ما كثير بتلبق لها بس لأنه دارج؟ لا، أهم شيء الواحد يلبس اللي بيلبق له، لأنه ايام الموضه فيها تطلع عليك، يعني يا تطلع عجيبه يا تطلع كثير حلوه حسب انت كيف تلبسيها، يعني اذا الموضه ما بتعكس الايدنتيتي تبعك يعني ما رح منها موضه.